نظمت جمعية الصحفيين البحرينية حفل استقبال لتوقيع اتفاقية تعاون مع هيئة الصحفيين السعودية بحضور سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وعدد من كبار المسؤولين في قطاع الصحافة والإعلام في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي تصريح له بهذه المناسبة أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مؤكدا على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وما يتمتع به قطاع الصحافة والإعلام في المملكة الشقيقة من وعي وطني مسؤول، معربا عن سعادته بهذه الخطوة المباركة التي تخطوها جمعية الصحفيين البحرينية نحو تعزيز التعاون والتكامل في قطاع الصحافة والإعلام بين البلدين الشقيقين. بدورها أكدت السيدة عهدية أحمد السيد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية أن الاتفاقية تمثل أول بادرة من نوعها بين البلدين في المجال الصحفي، ما يفتح آفاقا أكثر رحابة في التكامل بين المملكتين في الكثير من المجالات، مشيرة إلى أن الاتفاقية تأتي في سياق التعاون بين الجمعية والهيئة، وثمنت دعم وتشجيع قيادة البلدين لحرية التعبير وتطوير العمل الصحفي، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية ومع توجهات رؤية 2030 قد شهدت تطورا كبيرا في جميع المجالات، وفي مقدمتها المجال الصحفي الذي يعد صوتا للشعب ويلبي طموحه ويترجم تطلعاته ويكون أمينا على مقدراته وحارسا لمكتسباته. من جانبه أكد السيد خالد بن حمد المالك رئيس مجلس هيئة الصحفيين بالمملكة العربية السعودية على تاريخية العلاقة بين المملكتين والمصير المشترك، مؤكدا على أن المملكتين تتنفسان من رئة واحدة ويربطهما جسر من الحب، كما ذكر الابن المشترك للبلدين الدكتور غازي القصيبي في قصيدة له، وقال إن العلاقة تتجذر وتترسخ بفضل الإلهام الذي ولدت منه المواقف الجسورة في الأزمات والأوقات الصعبة، حيث تستلهم الاتفاقية بنودها من هذه العلاقة التاريخية. ووصف المالك العلاقة بين جمعية الصحفيين والهيئة بالتوأمة والتكامل والتنسيق لخدمة الصحفيين في البلدين وبناء جسور من التعاون نحو كل ما يعزز التطلعات لغد أفضل. هذا وتضمنت الاتفاقية عدة بنود، من أهمها تنظيم زيارات متبادلة بين الطرفين وعقد لقاءات منتظمة والإعداد لبرامج تدريبية مشتركة وتعاون في المحافل العربية والدولية، إضافة إلى إعداد برامج مشتركة لطباعة والنشر في البلدين وغيرها من المجالات الحيوية المرتبطة بالقطاع الصحفي. الكلام عن المملكة العربية السعودية لكل بحرين أعتقد يجد فيها صعوبة للتعبير عن ما نكنه نحن البحرينيين للشقيق الأكبر وللحليف الأول ولقبلة المسلمين ولدار التوحيد. المملكة العربية السعودية هي العمق الاستراتيجي لكل عربي ومسلم. رغم التحديات الكبيرة اللي مرت فيها المنطقة، كانت المملكة العربية السعودية هي خير من يقود هذا العالم العربي والإسلامي. احنا كإعلاميين هذا القدر الكبير لهذا البلد وما تربطنا فيه من علاقة يحملنا مسؤولية كبيرة. الإعلاميين أو الإعلام هو انعكاس لواقع ولحقيقة يجب أن تبرز. عندما تريد أن تعرف العلاقة بين البحرين والمملكة العربية السعودية فيجب أن تدخل كل بيت في البحرين وكل بيت في المملكة العربية السعودية لتعرف عمق هذه العلاقة. ما يجده العامة من صور ومن اجتماعات وحتى من مذكرات تفاهم
هذه الهدف منها فقط التنسيق والتنظيم والمتابعة والحرص على تحقيق عدد من الأهداف في ظل السرعة اللي نمر فيها في هذا العالم المتسارع. أما التعاون فهو ولله الحمد موجود على جميع المستويات، على مستوى القادة، على مستوى المؤسسات الرسمية، على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، وحتى على مستوى المواطن البسيط. عندما تحتفل المملكة العربية السعودية بالأيام الوطنية أو أي مناسبة وطنية، تجد بأن كل بحريني هو سعودي، وكذلك عندما تحتفل البحرين نجد كل سعودي بحريني. وهذا ما يجب أو ما يحملنا نحن كمسؤولين في الإعلام أن نعكس هذه الصورة. فليس بالغريب أن تجد طفل بحريني ينشد أناشيد سعودية ويحمل علم السعودية، وكذلك في المملكة عندما تحتفل البحرين. فأولاً أهنئ الأخوة في جمعية الصحفيين على هذه المبادرة، أهنئ الأخوة في المملكة العربية السعودية هيئة الصحفيين على تعاونهم الدائم، فلكم مني كل الشكر والتقدير. فنقولها دائماً، أنتم هالدار وإحنا عندكم ضيوف، ويا مرحبا فيكم. تعزيزاً لمبادئ التعاون الوثيق والشراكة والتكامل بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، جاءت هذه الاتفاقية لتبرهن على وضوح الرؤية والتطلعات التي تصبو قيادة كلا البلدين الشقيقين للوصول لها من بوابة الصحافة والإعلام. هناك قنوات لإثراء هذه العلاقة التاريخية بين البلدين من جهة، وأيضا إيجاد قنوات أخرى كثيرة لتطوير العملية الإعلامية سواء في البحرين أو في السعودية. سوف يعني يتحقق من خلال هذه الاتفاقية يعني مزيد من التعاون في مجال التدريب، في مجال الزيارات المتبادلة، في أيضا مجال تبادل الخبرات. هناك خبرات ثرية هنا وهناك، وبالتالي لابد أن توظف هذه الخبرات لصالح طبعا العملية الإعلامية. طبعا اليوم يوم تاريخي جدا، لأن جمعية الصحفيين البحرينية وقعت اتفاقية تعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين. احنا سعيدين جدا بهذه الاتفاقية، لأن احنا نؤمن أن عمل هيئتين مستقلتين هم تحت ظلهم ميون الصحفيين جميعا، عملهم مع بعض راح النتيجة تكون ممتازة جدا، نتيجة راح تخدم صحفيين البحرين، صحفيين المملكة العربية السعودية. أنا سعيدة جدا بهذا الاتفاق أو الاتفاقية التاريخية، لأن من خلالها بنخدم زملائنا، ولكن أيضا بنخدم بلدنا. التدريب والتأهيل لكوادر قطاع الصحافة والإعلام البحرينية والسعودية بات من متطلبات المرحلة وما تواجهه من تحديات وصعوبات مع منصات الإعلام المغرضة. أعتقد أن اليوم ما تم الاتفاق عليه من حول هذه المبادرة بين رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك، وأيضا نظيرته في جمعية الصحفيين البحرينيين الزميلة أهدية أحمد، هذا دلالة على أنه هناك تفكير بين المملكتين ليس فقط يعني في العلاقات فقط السياسية وأيضا القرب والجيرة، وإنما أيضا في التفكير بالمهنة وكيفية تطوير هذه المهنة، تأهيل المتدربين والممارسين لهذه المهنة. هذه الاتفاقية أعتبر اتفاقية جميلة وتاريخية في الصحافة البحرينية، عندما يعني يكون هناك مذكرة تفاهم بين هيئة الصحفيين السعوديين مع جمعية الصحفيين البحرينية. وأهمية هذه الاتفاقية راح يفتح لنا آفاق أكثر في التعاون مع الصحافة السعودية. طبعا هو المصير واحد، المصير مشترك في كل الأمور، وإحنا علاقتنا علاقة قديمة مع المملكة العربية السعودية، ولكن لما نتكلم على مستوى المهني يجب أن نؤطر هذه الأمور.
دور الإعلام الفاعل بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية هو دور وطني يتحمل مسؤولية كبيرة في نقل الواقع المشرق والإنجازات الحضارية، وهو ما تتطلع هذه الاتفاقية لتعزيزه من خلال تطوير الكوادر الوطنية العاملة عليه وفق خطط وبرامج هادفة ومهنية. لبنة جديدة من لبنات التعاون البناء بين المملكتين تضاف إلى سجل زاخر من الإنجازات والمواثيق والاتفاقيات التي تدور في مضمونها حول التعاون البناء وتبادل الخبرات في مختلف المجالات. وللمجال الصحفي اليوم دور بارز يقطف ثماره العاملون في هذا المجال في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.